البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى القمص متياس مراد راعي كنيسة طلخة. نعزي أنفسنا ونعزي شركاء الوطن. كان نعم الأخ والصديق. بهذه الكلمات نعت مكبرات الصوت في مساجد مدينة طلخة بالدقهلية القمص متياس مراد كاهن كنيسة الشهيد ماري مرقس بطلخة، والذي وافته المنية عقب صراع طويل مع المرض. وأثار إذاعة خبر الوفاة من مكبرات الصوت بالمسجد انتباه جميع الأهالي بالمدينة. والآن إلى فاصل ونواصل من بعده نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس.